أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام 2024-2025 مقارنة بنحو 15% عن عام 2020-2021. جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول ريادة الأعمال الخضراء، والذي استعرض الجهود والمبادرات سواء تلك التي تبنتها الحكومة لتحفيز التوجه إلى ريادة الأعمال الخضراء أو تلك التي تتم عبر أطر التعاون مع الشركاء الدوليين. التقى حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع أبي رحيمي رئيس قسم العلاقات الحكومية والشركات لدول الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة مارس، حيث تم استعراض مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والاستثمارات الجديدة التي يتم ضخها لإنشاء خطوط إنتاج جديدة. وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستمرار والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم المقاصد التصنيعية والتصديرية بالمنطقة. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مستهلة تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد والأجانب والمصريين. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه، ينهي التعاملات عند مستوى 2.2 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 13 مليار و200 مليون جنيه، تضمنت تعاملات بسوق السندات وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3 مليارات و600 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 57%، ليصل إلى مستوى 30833 نقطة. كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.21%، ليصل إلى مستوى 8126 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 1%، ليصل إلى مستوى 11337 نقطة. تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن أشار تقرير إلى أن إيران ربما تستعد لشن هجوم للرد على إسرائيل في الأيام المقبلة. وارتفع المؤشر السعودي 2.2%، بينما هبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2% بختام تعاملات اليوم.